تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 وتستمر فعالياته حتى 6 فبراير. يشهد المعرض عددا كبيرا من الفعاليات التي يستمتع بها القراء، إذ يلتقون عددا كبيرا من الكتاب والشعراء والفنانين بمشاركة 1047 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، ماذا عن فعاليات المعرض في هذه الدورة ومدى الإقبال للقراء والجماهير؟ نعم، بعد التحية أرحب بكم بكل السادة المشاهدين. يعني لازلنا نتابع معكم فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54. اليوم هو اليوم 5 على التوالي لاستقبال الجمهور، وفي الحقيقة منذ أن تواجدنا يعني في معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم وهو اليوم 5، بالطبع يعني الجمهور كان في استقبال الفعاليات الفنية والثقافية المختلفة. بداية، السمة البارزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب هي نسبة الإقبال التي تتزايد يوما بعد يوم، خاصة أن بالأمس يعني قدر عدد الزائرين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ب 218,000 زائر توافدوا على مختلف القاعات التي يتواجد بها دور النشر أو الندوات الثقافية. بالنسبة للبرنامج الثقافي اليوم، كان هناك عدد من القاعات، نتحدث عن قاعة الكاتب الكبير شخصية المعرض الكاتب صلاح جاهين. كانت هناك ندوة بعنوان صلاح جاهين وفن الكاريكاتير، وندوة أخرى بعنوان الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد، وهذه الندوة تنظم بالشراكة والتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وهي الذراع التثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية. وكان هناك أيضا ندوة أخرى بعنوان نحن والحضارة بحضور الدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، وندوة أخرى يعني في الصالون الثقافي بعنوان كرة القدم هنا وهناك بحضور كابتن حازم إمام وكابتن حسام غالي، بالإضافة إلى قاعة الشعر التي تستضيف عدد من الأمسيات الشعرية. أما في أرجاء مركز مصر للمعارض الدولية، كان هناك عدد من الفقرات الفنية التي تأتي ضمن البرنامج الفني المعد للمعرض. كان هناك عرض كورال لقصر ثقافة الأسمرات، وفي الحقيقة يعني أضاف أجواء من البهجة والسعادة على الجمهور. وكان هناك أيضا فقرة التنورة التراثية والسيرك القومي. والجدير بالذكر وبالحديث عن قصر ثقافة الأسمرات، كان هناك عدد كبير من الرحلات التي يعني نظمها المعرض، وهي رحلات للإسكان بديل العشوائيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وجود برنامج لبناء الإنسان ثقافيا وفكريا من هذه المناطق. فبالتالي هناك رحلات تم تنظيمها للأسمرات، سكان الأسمرات وأهالينا 1 و2، وأيضا روضة السيدة. أيضا رأينا اليوم بعض الرحلات التنظيمية التي نظمها يعني التي تنظمها الجامعات المصرية. رأينا أيضا يعني رحلة لجامعة العريش، أهالي شمال سيناء تواجدوا اليوم داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب وعبروا عن يعني التنظيم الرائع وهذا المحفل الثقافي، بالإضافة طبعا إلى وجود جناح خاص للمجلس القومي للمرأة لتقديم بعض الورش التدريب التعليمية والحرف اليدوية للمرأة. نعم. فبالتالي تنوع إذن كبير محمود بدور هو المختلفة زخم أيضاً ثقافي على كافة المستويات. أشكرك على توضيح هذه الصورة لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، محمود جميل مراسل التلفزيون المصري.